وللحديث أكثر عن تطورات ثورة تشرين ومشاركة الطلاب فيها ينضم إلينا عبر الهاتف من النجف الناشط المدني غيث مناف. سيد غيث، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك حبيبي، حياك الله. عليكم الله يخليك. ورحمة الله. سيد غيث، يعني رغم القمع الحكومي للتظاهرات لكن الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية، ولكن هنا كيف تفسر لنا إصرار المتظاهرين في شهر الثورة الثالث؟ أول شيء أحييكم، وثاني شيء التظاهرات من بدايتها لحد هذه اللحظة هي ما طلعت لأجل أنهم يعني بطور أو يردون فتشي أو يردون فد رفاهية، لا، هي من طلعت لحد هذا اليوم هي ثورة جياع، ثورة ناس جياع، ثورة شباب، وانا احد وانا واحد من عندهم. يعني الثوره مال وادي شبعت ظلم وشبعت مظلوميه. الطبقه السياسيه لحد هذه اللحظه هي مصممه على انه هي طبقه حاكمه، وانه هم بنظر نفسهم هم يعني الاول، وهم يعني مثلا ما ينزاحون، انه هم لا، بالعكس. يعني التظاهرات صار لها 60 يوم. نعم. راح تطب ال 64 63 يوم. نعم. الطبقة السياسية لحد هذه اللحظة هي مثل ما نقول يعني متشلبة بالسلطة، علي من يا اخي، يعني مثلا الا بعد مجزرة والا بعد مجازر، وهم وصارت مجازر وعبرت المجازر، هم لحد الان ما جاي يفتهمون شنو هاي الوادم الطالعة. هاي الوادم الطالعة يا عزيزي طلعت من جوحها، طلعت من ظلمها، طلعت من اضطهاد الحكومة. ما طلعت على انه هم يعني ناس يردون فلل ويردون قصور ويردون هاي، لا، ناس جوعانه، ناس ما عندها حتى تاكل. يعني انت تخيل هنا بالمخيمات، نعم، تجي وتباوع الشباب وتنظر لهم، والله العظيم يعني فد وضع مخزي، يعني مخزي مخزي. شاب عراقي كروي يروح ويجي ما عنده لهله، قاموا يظلون بالخيم. نعم، يعني لهذا الوضع وصلنا، لهذا الحد وصلنا. استاذ غيث، يا حبذا لو يعني تصف لنا الهبه الكبيره اليوم للطلبه، وبالتالي هي تعطي دفعا معنويا للإضراب العام والعصيان المدني، كيف تصف لنا تظاهرات الطلبة لهذا اليوم في مدينة النجف تحديدا؟ تظاهرات الطلبة بهذا اليوم والأسبوع اللي راح تظاهرات يعني مشرفة، وإحنا نكون ممتنين من عندهم، لأن أنت تعرف هم تساعد إن وهم السند إن نعم. من هذاك الأسبوع لهذا اليوم لحد هذا اليوم تظاهرات كبيرة، خصوصا من جانب الطلاب. يعني الطلاب اكو بيهم ذيك الفتره كان رافض انهم يداوم، لا، كان رافض انهم يداوم، يريد يداوم على مود يضيع سنه من عنده ومن هال من من هالباب هذا. نعم. مش الوقت بالاعتصام ومش الوقت بالتظاهرات، لا، صار عندهم ادراك وصار عندهم وعي بانه هم اذا يظلون بهذا المنفذ ويظلون بهذا الطريق راح يصير تعليمهم فاشل، وراح ينحون منح اللي تخرجوا قبلهم واللي مشوا. نعم. يعني هم اللي خرجوا قبلهم ظلوا قاعدين، فمن هذيك الفتره صار عندهم وعي، صار عندهم تثقف، وصار عندهم ادراك بانه هم لازم ينتظرون، لازم يوقفون ويا اخوتهم المتظاهرين، حتى على الاقل يحققون لهم في المستقبل حلو. هاي العفو الثوره الطلابيه اللي طلعت فهذا الاسبوع والاسبوع هذا كله، يعني هم مستمرين، راح يستمرون طيب. بالتظاهرات العفو، وراح يرفعون يعني حتى التظاهرات والتصعيد من هذا الباب. استاذ غيث، انتم كمتظاهرين في محافظه النجف، هل تقبلون بمرشح الاحزاب السياسيه في تولي منصب رئاسه الوزراء؟ سؤالك جيد واشكرك على نعم. السؤال. نعم. اول شيء من طلعت التظاهرات لحد هذه اللحظه هي طالب فيها رئيس وزراء مستقل. طيب. كل احنا نعرف هذا الشيء. طيب. المشكلة اللي جاي يصير انه هم جاي يدورون الكرة بس في ملعبهم. على اساس بس يردون يختارون رئيس من عندهم. هاي الشغلة ما راح تنجح وياهم. ليش ما راح تنجح وياهم؟ لانه بهذا الحال، بهذا الوضع اللي احنا فيه، ها؟ ماكو كتلة أكبر، وماكو فلان، وماكو علان، لا، بالعكس، بهذا الحال اللي فيه احنا الكتلة الأكبر هي الشعب، هي المتظاهرين. نعم. هي اللي تقرر انه هذا يصير رئيس وزراء، لو هذا ما يصير رئيس وزراء، ليش؟ لأن احنا بهاي الحالة
صرنا احنا الكتله، احنا زهناهم، حتى احنا بحاله طوارئ، احنا رئيس الوزراء مستقيل، رئيس الجمهوريه يلوح بالاستقاله. بالضبط. يعني شنو؟ نعم. يعني احنا واصلين لمرحله مو حلوه، فاحنا نريد رئيس وزراء مستقل، رئيس وزراء مو من مزدوجي جنسيه. نعم استاذ رئيس. رئيس وزراء نعم خالي من التكتل وما منتمي لاي حزب، رئيس وزراء غيور شريف ولو لمده بس من 6 أشهر يصير شريف. نعم. حتى ننقل هذا الوضع، اول ما يجي هذا رئيس الوزراء هو مطلب محاسبة قتلة المتظاهرين. نعم من قتلة المتظاهرين. نعم أنا أشكرك الأستاذ غيث مناف، حدثنا من النجف الناشط المدني، شكرا جزيلا لكم.